بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى بيدي نفحات للإنسان وبيدي هدايا في بعض الأزمنة. من هذه النفحات شهر رمضان المعظم اللي احنا إن شاء الله داخلين عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله في أيام الدهر لنفحات، ألا فتعرضوا لها، عل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. من هذه النفحات القرب من الله سبحانه وتعالى، المغفرة، العتق من النار، الرحمات التي تتنزل في شهر رمضان. طيب، كل واحدة مننا عليها دور تعمله في شهر رمضان عشان تنال هذه الرحمات. تقرب من ربنا ازاي؟ خليني اقول مثل بسيط جدا. احنا لما بنخش نصلي بالذات في نهار رمضان بيبقى عندنا اشياء نعملها في نهار رمضان في المطبخ. بصلي صلاة غريبة جدا، صلاة بسرعة، صلاة ما فيهاش أي معنى من معاني الروحانيات ولا الخشوع لله سبحانه وتعالى، وكأني بنقرها نقر الديك عشان أعمل حاجة أهم، إن أنا أأكل أهل بيتي، مع إن العلاقة بيني وبين ربنا موجودة في الصلاة وهي صلة، فأنا بقطع الصلة اللي بيني وبين ربنا بالسرعة اللي بصلي بيها. عشان كده سيدي وحبيبي النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف رجل وهو بيصلي بسرعة قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثلاث مرات يقول له الكلام ده. قال: والله يا رسول الله لا أتقن أحسن من هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فاستقم حتى تطمئن واقفا، وإذا ركعت فاركع حتى تطمئن راكعا، وإذا رفعت فارفع حتى تطمئن واقفا، وإذا سجدت فاسجد حتى تطمئن ساجدا. منها أخذنا أن الطمأنينة دي ركن من أركان الصلاة، بالتالي الطمأنينة بتدخلني على الخشوع لله سبحانه وتعالى، أو بمعنى أصح الروحانيات. هاخد جانب تاني للمرأة مهم جدا، وهي بعد الإفطار. كل واحدة فينا ممكن بتاكل، يعني معظمنا بتاكل كتير بعد الفطار، ده بيحصل منه إيه؟ بعد لما باكل كتير قوي واجي اصلي صلاه المغرب او بعديها العشاء بلاقي نفسي عندي ثقل. اتنين واقفين يصلوا جنب بعض، واحده في ملكوت وفي عالم غير العالم، وواحده مع الله سبحانه وتعالى وفي معيه الله. ليه؟ لان انا عندي نوعين، عندي الروح وعندي النفس. الروح بتسمو وتعلو كل ما الانسان بيبقى واكل قليل، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم فضيقوا عليه مجاريه بالجوع. حد يطلع يقول لي هو في شياطين في شهر رمضان؟ انا باخد الحديث ان الجوع بمعنى اصح بيخلي الروح تطلع وتسمو، وانا عايزة ابقى واقفة بين ايدين ربنا، وعايزة يبقى بيني وبين ربنا في قبول وفي اصطفاء وفي احساس بالقرآن اللي انا بقرأه. بالتالي الروح عليا والنفس سفلى. كل ما انا جعلت الروح تعلو وتسمو، كل ما هبقى فيه عالم مليء بالروحانيات وبالخشوع والتذلل والخضوع الى الله سبحانه وتعالى. وده شيء مهم جدا، وكل واحده فينا تقدر تاخده وتحصل عليه اذا ادركت انها بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى، عشان توصل للمعيه اللي احنا عايزينها، عشان انال الهديه اللي اخذتها من ربنا. ولله المثل الاعلى، لما حد يديني هديه غاليه وثمينه انا بحافظ عليها. بحافظ عليها ازاي؟ بصونها، بحطها في مكان حلو. كذلك الهديه شهر رمضان احافظ عليها، اصل الى الله سبحانه وتعالى وابقى في معيته وابقى في خضوع وابقى في روحانيات عاليه جدا، واسال الله سبحانه وتعالى وانا في هذه المعيه القبول، وانه يرزقني من واسع فضله واحسانه، وان اكون من عتقائه من النار، انا وكل من يشاهدنا ويسمعنا الان. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.